وحدث فلكي مميز بتشهده السماء من خلال ذروة شهب اسمها الجباريات 2024، وبتمطر السماء ب20 شهاب في الساعة، وبتصل ذروة تساقطها في منتصف الليل وخلال الساعات قبل الشروق. طبعا بيبقى شكل الشهب وهي بتتساقط في السماء ممتع، يعني في بعض طبعًا. الناس بتخاف منها شويه لكن هي شكلها ممتع في النهايه. عايزين نعرف تفاصيل اكتر. معانا على التليفون دكتور ياسر هندي، استاذ الفيزياء الفلكيه ورئيس معمل المجره بالمعهد القومي للبحوث الفلكيه. دكتور ياسر صباح الخير يا فندم. صباح الخير على حضرتك وعلى الساده المشاهدين. يا اهلا بيك. ايه سبب تسميه هذه الشهب بهذا الاسم الجباريات؟ بالضبط، هو سؤال كويس جدا. شهب الجباريات سميت بهذا الاسم نتيجه لوجود كوكبه الجبار. كوكبة الجبار هي يعتبر مجموعة من النجوم في السماء تاخد شكل محارب، تمام، له رأس وله أرجل وله الوسط بتاعه. ففي وسط المحارب في ثلاث نجوم، وعلى الرمح بتاع المحارب اللي بيضرب منه الرمح بيكون فيه ثمان نجوم. فشهب الجباريات بتنطلق من مكان قريب جدا من الايه؟ من كوكبة الجبار. عشان كده سميت شهب الجباريات او زخة شهب الجباريات. طب يا فندم، هل بيتم رؤية هذه الشهب، يعني هل بنقدر نشوفها في السماء؟ بالضبط، احنا بنقدر نشوفها في السماء في اوقات ان هو بيكون بالليل، حتى منتصف الليل، بداية منتصف الليل حتى قبل شروق الشمس، يعني من بالليل عندك من الساعة 12 لغاية الساعة مثلا 5 نقدر نشوفها كويس جدا يعني. لكن هي ما بتسقطش على الأرض يا فندم؟ لا ما تسقطش، هي عبارة عن هي أثناء دوران الأرض حوالين الشمس. فدوران الأرض حوالين الشمس بيعدي في طريقه لمخلفات فضائية من الحصى الكوني متناثر نتيجة مخلفات المذنبات اللي موجودة في الكون، والمذنب هذه وأيضا الكواكبات اللي موجودة، فبيحدث فيه ذرات من الغبار الكوني في الفضاء. أثناء دوران الأرض حول الشمس يتصادم الغبار الموجود من مخلفات هذه المذنبات بالغلاف الجوي بالأرض، وأثناء مرورها بالغلاف الجوي يحدث احتفاكس شديد جدا، ولكن لصغر حجمها يتم احتراقها في داخل الغلاف الجوي بعد 70 كيلو من دخولها الغلاف الجوي، ولكن انت تقدر تشوفها بالعين المجرده وشكلها ممتع جدا، اكن شيء يتساقط عليك من السماء على الارض. شكلها ممتع جدا، تقدر تصورها بكاميرا موبايل عادي جدا، تقدر لو عندك تلسكوب صغير من الهواء، زملاء الهواء او الناس المصريين الهواء او العرب يقدر بتلسكوب صغير يقدر يصورها صور في منتهى الجمال جدا، سواء صور او شوت مثلا بزمن تعرض اكبر، يقدر يعمل صوره ملونه جميله جدا للسماء بالوان مختلفه وجميله جدا. بس يا فندم، ايه الاماكن اللي بتظهر فيها بشكل اكتر ومكثف؟ لا، هي بتطلع يعني تسقط من السماء بكل السماء، يعني مش لها مكان، ما لهاش مكان محدد، ولكن هي عباره عن اكنها شظايا او اكنها رمح او سهم بينطلق من السماء على الارض، ممكن تشوفيها في اي مكان على مستوى السماء، بس اهم حاجه يكون بعيد عن اماكن البحار، بعيد عن الاماكن اللي فيها السواحل مثلا، البحار الميه عالي جدا، يكون مكان صافي ما فيهوش تلوث كبير جدا، لان هي تراب العين المجرده، فبالتالي انا مكان مرتفع عن الغبار، ممكن يكون في عماره، ممكن يكون في البلكونه، بس بلكونه ما تكون الفيو عندي مفتوح بحيث ان انا اقدر اشوف السماء جزء كبير من ايه؟ من السماء، واكون جاهز للتصوير ان هي بتنطلق بسرعه، فبالتالي اللي بيصور او الهاوي اللي بيصور الحاجه ديت لازم يكون يعني مستعد. مفهوم. يعني تنطلق من مكان تبدا تصورها. طيب، هل احنا بنتوقع ظهور هذه الشهب ولا بمجرد ظهورها فبنعرف؟ بالضبط، هي تبدا بعينك المجرده اثناء ظهور للسماء تبدا تشاهد بعد الحركات بتاعتها، لكن من قبل ظهورها ما بنقدرش نتوقع. لا، ما تقدرش تتوقع، بس بتبدا تنزل دفعات كل ساعه ما يقرب السنه دي، يعني كل ساعه تقريبا في هذا التوقيت بيظهر عندك 20 شهب. ليه 20 شهب؟ لان انا يعني كل سنه في شهر اكتوبر بيحدث هذه الظاهره، ولكن خاصه في هذا الظاهره ان القمر النهارده 21 من الشهر العربي يوافق، احنا في شهر الربيع الثاني، فتقريبا هيبقى 18 ربيع الثاني النهارده الشهر العربي، بالتالي ان القمر في وضع الاحدب المتناقض. وضع القمر الاحدب يعني احنا كان البدر، القمر كان بدري من حوالي ما يقرب من 5 ايام، يعني الاضاءه بتاعه القمر حوالي 75%. فاضاءه القمر عاليه جدا، فبالتالي في بعض الشهب اللامعه تقدر تشوفها، انما الشهب الخافته ما تقدرش تشوفها، لان اضاءه القمر بتغطي على الشهب اللي هي ايه؟ خافته. طبعا سواء لامع او خافت بيعتمد على الذرات الكونيه الموجوده في الكون وحجمها.
فالزهرات الصغيره بنقول عليها خبته ما تقدرش تشوفها كويس جدا، انما لو حجم الغبار اللي بيحتك بالغلاف الجوي كبير تقدر تشوفه بعينك. فبالتالي بيظهر عندي حوالي 20 شهب متوقع السنه. طيب دكتور ياسر، يعني الظاهره دي ظاهره الشهب الجباريات دي بتحصل كل قد ايه يا فندم؟ كل سنة في توقيت شهر 10 من كل سنه بيظهر، ولكن احنا السنه دي توقع في التوقيت ده القمر احدث، فبالتالي هنشوف جزء قليل شويه، ممكن تصل اعداد الشهب في الساعه ما يقرب من 100 او 120 على حسب الايه؟ حسب الرؤيه وحسب الاضاءه وحسب الايه؟ الجو عامل ازاي. طبعا ولكن نعم هي فرصه كمان لمحبي هذا النوع من الظواهر الفلكيه. طبعا طبعا يا فندم، ممتع جدا، وخاصه الاذاعه او التلفزيون او المخرجين بيحبوا يصوروا صور، او الفنانين اللي بيحبوا يصوروا حاجات نادره، طبعا ممتع جدا. حتى انت ممكن تعمل فيو في السماء في اي اتجاه، فوق فيو في بحر، فيو في مكان صافي، في اي تقدر تدخلها في اي حاجه، جدا ممتعه وشكلها وليست مضره ولا مؤثرة على العين ولا أي شيء، يعني يعني ممتعة جدا سواء هواة الفلك عظيم أو العلميين أو الشباب أو أطفالنا الصغيرين، عايز يشوف إيه اللي في السماء اللي بيحصل، شكل ممتع جدا طبعا. ومصر متميزة بصفاء جواها، فبالتالي بنختار الأماكن، كل واحد في مكانه بيختار أماكن موجود فيها يكون صافية، وكل واحد عارف فين قاعد فين، يشوف مكان صافي بعيد عن التلوث، بعيد عن السحب، بعيد عن السواحل اللي هي موجودة في مصر، ابعد قدر عشان اقدر اشوف اخضر قدر ممكن، وخاصه السنه دي في اعدادها مش كتير زي كل سنه، فبالتالي ابقى انتقي المكان اللي انا هقف فيه او اقدر اصور، واكون مستعد بكاميرا او موبايل، بس يكون عندي اقدر اصور شوت مثلا 20 ثانيه 30 ثانيه 60 ثانيه، بحيث ان اقدر اصور السنه كلها في وقت واحد. نشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور ياسر هندي، استاذ الفيزياء الفلكيه بالمعهد القومي للبحوث الفلكيه، شكرا لحضرتك يا فندم.